بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، فشكر الله إمامنا حيث أسمعنا كلام ربنا من هذه الآيات البينات الواعظات. تأملوا أيها الإخوة في هذا السياق القرآني البين المعجز الواعظ المنير الهادي المرغب المرهب، فإن الله جل شأنه لما ذكر أنه أنزل التوراة على بني إسرائيل، أنزل التوراة على موسى عليه السلام وقد بعث في بني إسرائيل وهم اليهود، وأخبر الله جل شأنه أن فيها الهدى والنور، ثم أمر بالتحاكم إليها، أمروا بالتحاكم إليها، وأخبر الله جل شأنه أن من لم يحكم بما أنزل الله فإنه كافر، فأولئك هم الكافرون. ثم بين الله جل شأنه أيضا في باب التحاكم في الخصومات والجنايات، وأن لله أحكاما في ذلك من القصاص، أكد وكرر جل شأنه أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم أخبر الله جل شأنه أنه أنزل على عيسى عليه السلام الإنجيل، وأمر وقومه باتباعه والتحاكم إليه إلى كتاب الله الإنجيل، وهو تابع للتوراة، لكن فيه شيء خاص بهؤلاء القوم من قوم عيسى عليه السلام ومن بعدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بالتحاكم إلى كتاب الله، وأخبر أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم لاحظ هذا الالتفات في الخطاب، لما أخبر الله جل شأنه أن الله أنزل هذا الكتاب القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي هذه الموعظة وهذا الالتفات لقوم النبي عليه الصلاة والسلام الذين كذبوا به وكفروا ولم يتحاكموا إلى كتاب الله القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه. كرر هذا الأمر بالتحاكم إليه إلى القرآن، حتى إنه جعل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ونهي أن يلتفت إلى أي حكم يخالف حكم الله، وألا يفتن بهؤلاء الذين يطلبون غير حكم الله ولو كان شيئا قليلا فيفتن. ثم قال الله جل شأنه بعد ذلك: أفحكم الجاهلية يبغون. هذا هو الالتفات، هذا التعريض بقوم النبي عليه الصلاة والسلام الذين يتحاكمون إلى الطاغوت. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قف فيما نقف فيه، قف فيما تقف عنده من مواعظ في هذه الآيات وهذا السياق، أن الله جل شأنه قال: فحكم الجاهلية، وصف هذا الحكم المخالف لحكم الله أنه جاهلية. طيب، عندهم عقول وعندهم في زمنهم إبداعات تخصهم، وعندهم في زمنهم اكتشافات تخصهم، وعندهم علم في زمنهم من العلوم التجريبية أيضا والحسابية والفلكية، يعني هناك علم، وإن كان يتفاوت هذا نسبيا بين أمة وأمة، ومع ذلك الله جل شأنه جعل التحاكم على إلى نتاج أفكار الناس، ولو كانت فلسفة مقدمة عندهم، ولو كانت أحكاما تحاكموا إليها وهي تخالف حكم الله، وأن حكم الله قديم قدم البشرية بل أقدم من ذلك.
منذ أنزل الله أهبط الله آدم أبان آدم عليه السلام وقد أنزل عليه حكماً بل أحكاماً، ثم بعد ذلك تتابعت الرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله جل شأنه يصف أن المخالف لحكم الله أنه في جاهلية، وأن هذا حكم جاهلية مهما بلغوا من علم وبلغوا من نتاج فكر وعقل، وإن ظنه الناس بالغاً راقياً لكنه إذا خالف أمر الله فهو جاهلية. وهذا لا يرتبط بزمن، وصف الجاهلية ليس باعتبار التسلسل الزمني. فالأمر أيها الإخوة بحسب ما يكون من اتباع للحق، من قرب للحق أو بعد عنه، فكلما اقترب الإنسان من الحق فهو في علم، في نور، في هدى، في بشرى، في رحمة، كما وصف هذا الذي أنزله الله جل شأنه وحياً على أنبيائه ورسله. وكلما ابتعد الناس عن كتاب الله، عن حكم الله، كلما عانوا الظلمات والجهالات، وإن ظنوها اكتشافات، وظنوها أنواراً، وظنوها رقياً. فالوصف من الله جل شأنه لذلك هو حكم الجاهلية. الضابط في هذا كيف تنبذ أو تقبل من نتاج أفكار الناس أن ما خالف حكم الله فهو جاهلية، وأن ما وافق حكم الله فهو النور وهو الحق. وفي زماننا وفي عصرنا أيها الإخوة لا يغتر الإنسان بالقدرات التي فتحها الله، وبالاكتشافات التي فتحها الله وكشفها وجعل لها أسباباً يتعاطاها الناس فيكتشفون ما أودعه الله جل شأنه من أسرار في هذا الكون، مهما اكتشفوا فإن الله جل شأنه لم يربط ولم ينيط الحق بمجرد اكتشافات الناس وظنهم وفكرهم المجرد، وإنما أناط الله الحق بما أنزله من حق وعلمه آدم وعلمه الناس وأنزله على رسله. أفحكم الجاهلية يبغون؟ إذن هؤلاء من قوم النبي صلى الله عليه وسلم الذين خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحاكموا إلى الله ولم يؤمنوا بما أنزل الله، فهؤلاء في جاهلية. وفي زماننا هذا مهما اكتشف الإنسان ومهما تحضر في المجال المادي فإنه إن خالف الله في أحكامه فهو في جاهلية. والله يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الذي يوقن بلقاء الله جل شأنه ويوقن بوعد الله يتلمس هذا الحسن في أحكامه، وأما الذي طمس الله بصيرته فلا يؤمن ولا يوقن بوعد الله ووعيده، فهذا الذي ينخدع بالسراب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إذن هناك اغترار أثبته الله وحذر المؤمنين منه ألا يغتروا بظاهر الأمر. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ إذن كل حكم يخالف حكم الله، وإن ظنه الإنسان راقيا، وإن ظنه فلسفة مقدمة، وإن ظنه نتاج فكر، فقد أنتج هذا الفكر المخالف لأمر الله أشياء أجمع العقلاء على فسادها من نحو إقرار الشذوذ والعياذ بالله، وإقرار الفاحشة بين الذكور أيها الإخوة، ممارسة الفاحشة باللواط فاحشة كبرى عظيمة. والأعظم من في هذا المقام في هذا المجال أن يقر هذا الأمر، وأن يقر الزواج التزاوج بين ذكر وذكر، أن يقف أحدهما مقام الأنثى ولا يقال له أنثى، وأن يقف الآخر مقام الذكر ولا يقال له ذكر، ويتناكحان يقر هذا النكاح في محافل دولية وفي قرارات، لكنها بئست القرارات
لأنها خالفت أمر الله جل شأنه، ويأبى الله إلا أن يظهر فساد هؤلاء لأصحاب اليقين وأصحاب العقول. أفلا يعقلون؟ أفلا يتفكرون؟ لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، أولم يتفكروا؟ الذي يعمل الفكر في بابه وفي مجاله بضوابطه الصحيحة يسلم، وأما الذي يجنح بفكره ويزعم أنه في حرية وهو قد ألزم الناس في بحدود ضيقة جدا فيما يهوى، ثم بعد ذلك يدعي الحرية في حقوق، في هتك حقوق الناس، كما نرى في مثل حرق المصحف، وكيف يقر هذا وأنها حرية مع أنها تؤثر وتؤجج مشاعر آلاف من المسلمين الذين يقطنون تلك البلاد؟ فأي عقل يقر مثل هذا؟ مثل هذا؟ إذن إنها جاهلية، ويأبى الله إلا أن يظهر أمثلة للذي قد أغرق في تتبع هذه الجاهلية ببريقها. هذا أمر أيها الإخوة، حتى لا يغتر الإنسان أو لا يلبس عليه المكتشفات المادية والحضارة والأمور التي المباحة التي يكتشف فيها الإنسان، وله في مجالها مجال يمشي فيه ويبحث فيه ويكتشف. هذا أمر لا بأس به، وهو أمر مما أمرنا بالبحث والتفكر فيه. الأمر والكلام والحد فيما أمر الله به وحكم الله به، ثم يأتي الإنسان يريد أن يغير أمر الله وأن يخالف أمر الله، فهذه منازعة لله في حكمه. اللهم اجعلنا ممن أيقن بوعدك ووعيدك، فجعلته من أهل الوعد وأكرمته. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن. اللهم صل على محمد. شكر الله لكم حسن إنصاتكم.